كلنا طبعا من النهارده الصبح او يمكن كمان من امبارح قلقانين على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي النهارده كان بيعمل عمليه جراحيه في المانيا. عشان نقدر نطمن عليه اكتر معانا دلوقتي عبر الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ منورنا طبعا كالعاده في قناه النادي الاهلي، وعايزه اطمن من حضرتك على كابتن بيبو، اخباره ايه وصحته عامله ايه، وان شاء الله هيرجع لنا بالسلامه امتى؟ هو الحمد لله طبعا، يعني كنت مطمن الجماهير النادي الاهلي. هو طبعا الحمد لله اطمنا عليه مبدئيا، العمليه الحمد لله انتهت الساعه 3:30، وهو دلوقتي في غرفه الافاقه، وان شاء الله باذن الله كلنا بندعي له بالشفاء ويرجع ثاني ينور النادي الاهلي وينور مصر ان شاء الله باذن الله. ومجلس الاداره كله موجود وبنتابع الحاله، والحمد لله رب العالمين. حتى اطمنا مبدئيا ان شاء الله، اللي هي العمليه خلصت 3:30، كان كابتن دخل العمليه الصبح 9:30 صباحا، وخرج من غرفة العمليات 3:30، وفي الإفاقة دلوقتي، وإن شاء الله بنطمن الناس كلها، وكل ما يبقى فيه جديد بإذن الله هنطمن إن شاء الله جمهور النادي الأهلي، وهنطمن كل الناس بإذن الله، وطمن كل مجلس الإدارة في تواصل مستمر، والنادي الأهلي الإدارة موجودة مستمرين، وإن شاء الله أي جديد هنبلغه بإذن الله. ست العميد، سمعنا إن هيكون في فترة يعني تأهيل أو علاج تأهيلي بعد العملية دي، ويمكن كابتن محمود الخطيب يرجع لنا مع بداية ديسمبر، هل الكلام ده حقيقي؟ لا، خلينا لسه لغايه دلوقتي احنا هنعرف التقرير النهائي. انا بس هو مبدئيا بنطمن الناس، العمليه ان شاء الله باذن الله نجحت، وباذن الله اي تقرير جديد اي حاجه بقى هنبقى نبلغ الناس كده ان شاء الله اول باول على طول باذن الله. بشكر حضرتك جدا. بالعوده في قريب ان شاء الله. الله يخليك. اكيد بشكر حضرتك جدا عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كابتن بيبو يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله.